يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليك يا فرحه الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجه قلبها وحبورها سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها سلام عليك يا بحر علمها وطورها سلام عليك يا باب حكمتها وسورها سلام بجوامع السلام يا ابن القيمه فاطمه ما دام ليل او نهار وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره حلقات عنوانها يا امام هل من خبر ام ان الانتظار يطول الحلقه الخامسه والاربعون بعد المئتين يا امام شوقي شوق اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام شوقي, شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك اعطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام اني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع المغادرون غادروا الى حيث يغادرون والقادمون في انتظارهم مستقبلون معهم سيذهبون وستبقى محطات, محطات الطريق فارغة. فارغة سألتحف الفراغ وغربة, وغربة الأيام هم تضحك أيام أيامي وأشوف أنك هم تضحك أيامي وأشوف فنك. فنك. لو, حزن لو حزن أسود, أسود. يظل طول الطريق, الطريق الدرب موحش يا إمام موحش موحش يا إمام, مو حش مو حش مو حش يا إمام يا الدرب موحش يا, مو يا, يا إمام لا صديج ولا رفيق سأبقى, سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي إلى متى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأى نجوى عزيز علي يا إمام عزيز علي عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ عزيز علي ان ابكيك ويخذلك لك ورايا عزيز علي ان يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فاطيل معه أويلًا والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل اليك يا ابن احمد سبيل فتلقى هذا هو الجزء الثالث من حديث عن المرجع الشيعي المعاصر اسحاق الفياض بدات في الجزء الاول بالحديث عن ثلاث جهات ولا زال كلامي يتواصل في الجهة الثالثة، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقتين الماضيتين. لا زال حديثي يتواصل في الجهة الثالثة، والجهة الثالثة استعرض فيها مجموعه من المعطيات التي تخبرنا عن واقع شخصيه اسحاق الفياض سابدا من نقطه جديده من دون ان اكرر ما تقدم الكلام في الحلقه الماضيه رجاء اعرضوا لنا صوره المرجع المعاصر اسحاق الفياض مع محافظ النجف لؤي الياسري الصوره واضحه اذا اردنا ان نبدا من الشخص غير المعمم فان الصف يمتلئ بالمعممين من بدايه الصف الشخص غير المعمم الذي يرتدي بدله زرقاء هذا هو لؤي الياسري محافظ النجف وبجانبه المرجع الديني الشيعي المعاصر اسحاق الفياض يبدو في الصوره ايضا الامين العام السابق للعتبه العلويه نزار حبل المتين القراءه الصحيحه نزار ولكننا بلساننا العراقي نقول نزار في أصل اللغة نزار نزار حبل المتين هذا هو الأمين العام للعتبة العلوية السابق وأيضا يبدو في الصورة محمد جواد مهدوي الذي هو صهر اسحاق الفياض ومدير مكتبه وقد توفي في فتره الكورونا بسبب هذا الفيروس بسبب هذا المرض حديثنا عن محافظ النجف وعن إسحاق الفياض، هناك وثيقة هذه الوثيقة بين يدي وثيقة مرفوعة من محافظ النجف بتوقيعه لؤي جواد الياسري هذا تقديم قدمه إلى مجلس النواب إلى مجلس النواب الموقر العدد تسعة آلاف خمسمية وثمانية وسبعين التاريخ ثمانية تسعة ألفين وتسعة ميلادي إلى مجلس النواب الموقر لجنة الاستثمار والاقتصاد في البرلمان الموضوع ميم خط مائل، ميم يعني الموضوع مشروع مقبرة النجف الأشرف النموذجية هذا هو الاستثمار عندنا في الدوله السيستانيه وفي النجف انه استثمار في المقابر بناء على الطلب المقدم الينا من شركه اديم الارض الى اخر الوثيقه لا اريد ان اقراها بكاملها استثمار في مقبرة في النجف وجاء في الوثيقة أيضا المقدمة إلى البرلمان العراقي سيما وأن هنالك مباركة من المرجع الديني الكبير سماحة الشيخ اسحاق الفياض دام ظله الوارف راجينا الى الموضوع اهميه كبرى تحقيقا للمصلحه العامه مع فائق التقدير لؤي اجواد الياسري محافظ النجف الاشرف انا اسال اسحاق الفياض أنت شنو علاقتك بموضوع الاستثمار وشنو علاقتك بالمقابر لحقين الناس حتى إلى قبورهم ما خلصوا منكم لا العدلين العدلين يعني الأحياء في اللهجة العراقية لا العدلين ولا الموت لا العدلين خلصانين من شركم، من شر المرجعية. ولا الموتى خلصانين من شر المرجعية. الموتى تلقنونهم بدعاء العديلة الذي هو دعاء بحسب موازين أهل البيت يشتمل على عقيدة التوحيد الشركية لأن الدعاء هذا لم يرد عن الأئمة وإنما كتبه بعض مراجع المدرسة الأصولية دعاء مخالف لمنهج أهل البيت تحدثت عن هذا الموضوع الموتى تلقنونهم بدعاء مخالف لمنهج أهل البيت والدور لاحقينهم على قبورهم وهذه الصوره ايضا تخبرنا عن ان اسحاق الفياض مرجع قنوع فهو لا يتحرك باتجاه الاستثمارات النفطيه مثلما تفعل المرجعيه العليا مثلا يتور بالمقابر مرجع قنوع حتما لا غفله لغفه لا هنا معابرين له شيء قضيه استثماريه والا لماذا حشروا اسمه في هذه الوثيقه المقدمه الى البرلمان العراقي سيما وان هنالك مباركه من المرجع الديني الكبير سماحه الشيخ اسحاق الفياض دام ظله الوارث حتما معبرين لشي شيء رجاء اعرضوا لنا الوثيقه هذه هي الوثيقه التي كنت اقرا عليكم منها هناك برنامج على الشرقيه نيوز عنوانه قيل وقال قيل وقال يقدمه الاعلامي العراقي الشاب غازي الربيعي في احدى حلقات هذا البرنامج ناقش غازي الربيعي هذه القضية، ناقش قضية الاستثمار في مقبرة النجف وأشكل على محافظ النجف لماذا حشرت اسم المرجعية في طلبك المقدم الى البرلمان وقال من انه قد اتصل بمكتب اسحاق الفياض ونفوا علاقتهم بذلك ولذا فهو يقول من ان المرجعيه لا علاقه لها بالموضوع ومن انه اتصل بمكتب اسحاق الفياض ونفوا علاقتهم بالموضوع وهو يدافع عن المرجعية لا ادري هل ان غازي الرباعي فعلا هو قد صدق كلام مكتب المرجع اسحاق الفياض وكذب المحافظ او انه يقول هذا في التلفزيون للاعلام رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو انا اقول لغازي الربيعي اذا كان فعلا كما يقول من انه قد صدق بكلام مكتبي المرجع اسحاق الفيار اذا كان قد صدق بكلامه فعلا ام انه يريد ان يثير اشكالا على محافظ النجف انا اقول لك اذا اردنا ان نقايس في الصدق بين محافظ النجف وبين اسحاق الفياض فمحافظ النجف فمحافظ النجف أكثر صدقاً. خذها مني من تجربة ومن معرفة دقيقة بواقع ما يجري في الأجواء السياسية والدينية. السياسيون الشيعة المتدينون كذابون لكنهم بالقياس الى كذب مراجع النجف يكونون صادقين الكذب كل الكذب عند اصحاب العمائم وبشكل خاص عند المراجع الكبار عند المراجع الاربعه الكبار ومن ياتي بعدهم ومكاتبهم هي بؤره للكذب والدجل. أنا لا أدري هل تعرف الأوضاع في النجف يستحيل يستحيل على محافظ النجف يستحيل أمر مستحيل أن يكتب هذا الكلام من دون أن يكون حقيقيا. فأنا أقول لغازي الربيعي او لغيره ممن يجهلون اذا لم يكن عارفا بالحقيقه وانما يقول هذا لمناقشه محافظ النجف لا شان لي بمحافظ النجف انا اتحدث عن هذه الجهه عن حاله الكذب عند المراجع وفي مكاتبهم مستحيل مستحيل ان محافظ النجف يشير إلى مباركة إسحاق الفياض لهذا المشروع من دون أن يكون هذا الأمر حقيقيا، مستحيل هذا. الأوضاع في النجف لا تسمح له بذلك مطلقا. مكتب المرجع يكذب نعم يكذب، كذابون هؤلاء كذابون هؤلاء يعيشون مع الكذب ليلا نهار هؤلاء لا يعرفون غير الكذب نادرا ما يصدقون نادرا حياتهم بنيت على الكذب بنيت على الضحك على ذقون الشيعه هذا هو واقع حوزه النجف وواقع مراجع النجف قطعا اسحاق الفياض بارك هذا المشروع وقطعا اكل فيه فالرجل من عادته ان ياكل لكنه قنوع قنوع دام ظله الوارف هل يدور بهالمشاريع الاستثماريه هل المكسرات والا الجماعه الكبار مشاريعهم الاستثماريه جعلتهم يملكون ارصفه في الموانئ العراقيه ويملكون مطارات مطار النجف هو ملك صرف للسيستاني لمحمد رضا السيستاني هو المتصرف الاول هو الاخير فيه كي ينتفع من خدماته لا اتحدث انه يشارك المسؤولين في مطار النجف في سرقاتهم قضيته اكبر من ذلك انه ينتفع من المطار لامور كبيره جدا هذا هو واقع المرجعية وهذا هو واقع أصحاب العمائم سأضرب مثالا لغازي الربيع عن كذب مرجعية إسحاق الفيض هو يقول من أنه اتصل بمكتب إسحاق الفيض سأحدثك يا غازي عن كذب مدير المكتب وبالوثائق ومدير المكتب محمد جواد مهدوي شيخ محمد جواد مهدوي هو صهر اسحاق الفياض سأعود بكم إلى مجزرة باب الرجاء المجزرة التي حدثت في ركضة طويريج لا اريد ان اتحدث عنها احد الضحايا عباس المحمداوي ممن قتل في واقعة هذه المجزرة في مجزرة باب الرجاء اخوه محمد المحمداوي ذهب لاستلام جثته فطلبوا منه ان يوقع ان يوقع على وثيقه الرجل قرا الوثيقه ورفض ان يوقعها لماذا لان القاضي الذي طلب منه ان يوقع الوثيقه تلك ضمن الوثيقه اقرارا من الموقع على الوثيقه من انه لن يطالب بحق هذا القتيل ولن يحمل جهه من الجهات المسؤوليه لانهم في الواقع هم الذين قتلوا الضحايا ولقد تحدثت عن هذا الموضوع من ان القتل بحسب فقه العتره الطاهره كان من القتل شبه العمد ولكنهم ضحكوا على الضحايا مثل ما يضحكون على الشيعه دائما مثل ما ضحكوا على ضحايا محرقه مستشفى الناصريه العتبه الحسينيه والعتبه العباسيه كانت وراء هذا الحريق وقد تحدثت عن هذا الموضوع في حلقات متقدمه فقالوا ما قالوا عن محمد المحمداوي رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه محمد المحمداوي شقيق الضحيه عباس المحمداوي يعرض في هذا الفيديو مشكلته. بدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزي العالم الانساني والامه الاسلاميه بذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طبعا حبيت انوه بهذا الفيديو الى منشوري السابق اللي هو انتقدت به القضاة اللي بكربلاء عن تسليم الجثث الشهداء اللي بقرة الطويريج اللي واخوي واحد من عندهم والكثير كذبوني طبعا هاي القطعة مال اخوي وانتهى مجلس العزاء البارحة وانا هاي القطعة مال اخوي اللي كتبت عليه هذا المسجى اخي أه طبعا هاي احنا هنا عندنا احنا بباب البيت موكب أه موكب من يبدي من واحد محرم لحد ال40 أه اربعينيه الحسين لحد يعني 20 من صفر هذا الموكب مالنا اساسا اخواني يعني هاي جاي ابرر للناس اللي قالوا عليه كافر وقالوا عليه وهابي وقالوا عليه مندس اخواني انا كل ما قلت انتقدت عمل اللجنه القضائيه اللي هي بها ثلاث قضاة بداخل مستشفى الحسين التعليمي اي ذول القضاة الله يحفظهم ان شاء الله ويحفظ العداله بالعراق ذول القضاة ما ما سووا شيء بس مجرد انه كل واحد الكل انتقدني على انه اني كافر وانا مندس وانا اريد تعويض واني اقول لك اللي اللي هو عايش بمعتقد باسم الحسين بنور الحسين يعني يريد تعويض من احد ابدا احنا حب الحسين ملازمنا ورضعناه بحليب امهاتنا ويسرب دمنا وحب الحسين اللي خلانا ننطي شهداء أه من قبل داعش بال2004 وانطينا شهداء بال2006 وانطينا شهداء ويا داعش واليوم احد الشهداء اللي هو اخوي عباس أه كان ب... طويرج كل ما هنالك اخوان ابين لكم انه انا ما لا سبيت مرجع ولا سبيت عادل عبد المهدي ولا سبيت عبد المهدي الكربلائي ولا سبيت حتى هذا الغلط يصير علي وهذا اللي يقول انت كافر وهذا اللي يقول انت كذاب كل ما هنالك انه انا من وصلت لجثمان اخي الجثمان اخوي قالوا لي يابا املي الاستماره هاي وقع لي الاستماره هاي هي مكتوبه وقعها حتى تستلم الجثه والناس كلها وقعت لكن اني كان عندي ادراك وعندي أه مخيلة أنه أخوي رايح ويا الحسين فما كنت مهتم لوفاة أخي بقدر ما أفرحان أنه مفتخر أخوي لا ميت وهو متعارك ولا ميت على موثار ولا ميت على مو... مات مع الحسين وإحنا عندنا آية قرآنية تقول من أحب عمل قوم حشر معهم فأنا متيقن أنه أخوي انحشر مع الحسين فاخواني يعني من جيت اوقع قلت انا ما اوقع الا اقرا فقريتها الكاتب لي بيها صيغه كاتب لي بيها صيغه انه اني اتنازل عن عن كافه المطالبات وانه و ما اقيم دعوه ضد اي شخص واخوي ميت يعني ما مضمون الكتابه اخوي ميت قضاء وقدر ووقعت ولاجله وقعت قلت له حبيب قلبي انا اخوي ما ميت قضاء وقدر اخوي ميت حاله حال ذول حال الشهداء يا ابني هيك قلت للقاضي قال لي لا حجي انت اخوك مات ويا الحسين وشنو اللي تريده؟ قلت له أنا اني اكو اكو فقره بالقانون تقول انه في حاله وجود مقصر انا اقيم دعوه ضد المقصرين، منو مقصر؟ هسه احنا نقول مقصر يجوز انه اكو واحد هناك من جماعه داعش سواها، واحد من الفاسدين سواها، اكو ارباك صار بين الزائرين وصارت فباكر اذا تبين هذا انا شلون اقدر اقيم عليه دعوه وانا كاتب ما اقيم دعوه ضد احد؟ فما قبل قال لي اذا تترك الجثه تشرح وبعد ايش كم يوم تجي تاخذها ما قبلت المهم اني رضخت الامر الواقع قلت له ما يخالف تشرح الجثه لكن ضغوطات اولادي واخوتي وعمامي قالوا شيخنا ما يصير المهم رجعت له قلت له عمي انا اوقع لك وقعت له قال لي والله انا مستغنى عن توقيعك بس يبقى توقيعك يمي لو ابوه لو امه قلت له والدنا متوفي قال جيب لي امه لان هي صاحبه الحق الشخصي، جبت له امي طبعا تاخرنا لحد لما جبنا امي المسنه التعبانه المنكوبه بابنها جبتها وقعت يلا سمح بخروج شهاده الوفاه، لما سمح لها قلت لها بابا انا امي وقعت هي صاحبه الحق الشخصي اعطيني توقيعي، قال لي مو من حقك تاخذه لانه هذا ما اعطيك اياه، يابا يا ليش ما ادري شنو المهم صارت شويه مساجله كلاميه بيناتنا تركت الموضوع وطلعت هذا كان نشري اخواني اذا بيكم واحد اخوه هيك ومكسور ظهره على اخوه يقبلها على نفسه انه هذا القاضي هيك حاتي انا ما انتقدت غير انه الاجراء هذا مو صحيح غير هاي انا ما قلت سويتوني كافر وسويتوني منحط وسويتوني انا على التعويض ما ما ادري ايش بس اقول اللي انتقدني بهيك انتقاد اللهم ربي ان شاء الله يكسر ظهره باخوته مثل ما الله كسر ظهري لا انا فرحان والله فرحان لكن الفراق بيناتنا بيني وبين اخوي فرحان انه عندي اخ مات ميتة الحسين مات مع الحسين وشكرا لكم وعزائي لكل من ساندني واشكر كل من ساندني او اتصل بي او إجاني وأصلني المصابي والعزاء واشكر كل اخوتي اللي من كافه الديانات اللي وقفوا وياي وقفه مشرفه بالخصوص الديانة الأيزيدية والصابئة والمسيح أخواني المسيحيين وأخوتي من الرمادي أشكرهم وأخوتي العزة اللي إجوني من ديالة من بعقوبة وكافة عشائرنا الكرام اللي إجوني وأهلنا بالخصوص وعمامي أبو محمد أعزيهم وأحسن لهم العزاء وشكرا لكم وشكرا لكل من ساندني ووقف وياي شكرا جزيلا لكم رجاء اعرضوا لنا صورة عباس المحمداوي هذا هو عباس المحمداوي الذي قتل في مجزرة باب الرجاء الصورة التي تظهر فيها مجموعة من الجثث جثته احيطت بدائره باللون الازرق شخصت بدائره باللون الازرق هذه جثه عباس المحمداوي ضحيه من ضحايا مجزره باب الرجاء هناك ضحيه اخرى زائر ايراني حسين خاوري ايضا قتل هنا في هذه المجزره رجاء اعرضوا لنا صورته هذه صوره الزائر الايراني من ضحايا مجزره باب الرجاء حسين خاوري وهناك صوره جثته على جهاز الموبايل رجاء اعرضوا لنا الصورتين معا اتحدث عن صورتي الضحيتين فهذا حسين خاوري الزائر الايراني وهذا عباس المحمداوي العراقي هل هناك من مشابهه بين الاثنين ومع ذلك فان اصحاب العمائم والمسؤولين في العتبه الحسينيه كذبوا محمد المحمداوي وقالوا من ان الشخص الذي يتحدث عنه هو حسين خاوري لاحظتم وجه الشبه لا يوجد ادنى شبه بين الشخصين الشخصان ضحيتان الذي يشترك في هذا الكذب وهذا الدجل وينشر في الإعلام الناطق الرسمي باسم العتبة الحسينية وهو معاون الأمين العام للعتبة الحسينية في وقتها أفضل الشامي ويشاركه في هذا الكذب والدجل محمد جواد مهدوي شيخ محمد جواد مهدوي صهر اسحاق الفياض ومدير مكتبه غازي الرباعي اتصل بهؤلاء ربما اتصل بهذا الشخص بغيره لا ادري ولكن اتصل بمكتب اسحاق الفياض وهذا هو مدير مكتب اسحاق الفياض وصهره أيضا زوج ابنته رجاء اعرضوا لنا فيديو أفضل الشامي ومحمد جواد مهدوي بس الصور نعم لا عفوا فيديو أصور سيدنا خلي يصير كلام لقاء هذا بالهذا حتى بعدين نستعمله. هذا شو اسمه؟ شو اسمه وهذا اخوك؟ اسمه شنو؟ حسين خوالي. م.. حسين خوالي. من يا صور من يا مجبره. شيء مترجم منه. بس العفو عفوا <تس Ninjaame> بس. المشهد. خذ رقم الموبايل. انزل على الصوره صورها. انزل على الصوره. انزل على الصوره. هذا طالع واحد كاتب على عنوان محمد المحمداوي قريت يقول هذا اخويا ويا رئيس الجمهوريه يا رئيس الوزراء تعالوا هذا اريد اطلع ما جاي يقبلون يقولون تنازل عن الدعوه يلا نطلع الكلام كله كذب يشتغل حتى, حتى الكلام كله كذب اي مانع ماكو الآن شيعنا جثمان الشهيد حسين, حسين خاوري وسلطان سلطان علي اللي هو من أهالي مشهد المقدسة اللي استشهد في باب الرجاء في يوم العاشر في رقضة خواري اللي هي هاي صورة الآن مع, مع هذا أخوه وهذا, وهذا أخوه نعم جميع وهذا الصورة مالت لا يصدق بالقيل والقال في في مجال التواصل الاجتماعي كل, كل كلام كذب فأن هذا هو أخو الشهيد والآن شيعنا لا ونشيعه في العتبه العباسيه ثم ننقل جنازته الى وادي السلام في النجف الاشرف الى جميع المؤمنين انه كل ما ينشر عن هذا الكلام غير ما قلناه غير صحيح وغير دقيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا شيخنا آه بارك آه الله فيكم احسنتم آه وعظم الله اجوركم والبقاء في حياتكم ماجورين ان شاء الله. كذاب سفله، اللابس عمامه كذاب، الما لابس عمامه كذاب. كذاب سفله. وجايبين الايراني لان الايراني وقع على الوثيقه ما يقرا عربي. ليش ما جبتوا العراقيين؟ وان كان العراقيون ايضا وقعوا من دون ان يقراوا. ماذا كتبوا لهم في الوثيقه؟ القضاء السيستاني العادل هؤلاء هم الكذابون هذا هو مدير مكتب اسحاق الفياض يا غازي الربيعي هذا كذاب اشر رجاء اعرضوا لنا صوره مهدوي هذا الكذاب مع والد زوجته اسحاق الفياض في النجف هذا هو مهدوي مع اسحاق الفياض هذه الصوره في النجف واعرضوا لنا صوره له ايضا لمهدوي مع اسحاق الفياض في لندن هذه الصورة في مؤسسة الخوئي وواضح في بداية الصف يجلس عبد صاحب الخوئي وإسحاق الفياض وبجانبه مهدوي الذي هو صهره وكان مديرا لمكتبه قبل أن تأخذه الكورونا باذيالها مثل ما اخذت كثيرين وربما تاخذنا نحن ايضا هذا هو واقع مكاتب المراجع يا غازي انا لست مطلعا على تفاصيل هذا الموضوع عن قرب لكنني بحكم معرفتي بواقع النجف مستحيل مستحيل أن لؤي اليسري يكتب هذا من دون أن تكون هذه المباركة من إسحاق الفياض حقيقية أما أن مكتب إسحاق الفياض يكذب ذلك هذا امر يسير جدا فهم يكذبون ويكذبون دائما الكذب بين المعممين امر شائع وشائع جدا اصلا المعمم اذا اردنا ان نعرفه بتعريف الفلاسفة او بتعريف المناطقة فالفلاسفة والمناطقة يعرفون الانسان بانه حيوان ناطق وفي بعض الاحيان يضيفون صفة اخرى خاصة من خواصه كما يقولون حيوان ناطق ضاحك باعتبار ان حيوانات الأخرى أن الأنواع الأخرى من الحيوانات لا تضحك فهذه ميزة تميز الإنسان عن سائر الحيوانات فيقال الإنسان حيوان ناطق ضاحك المعمم النجفي حيوان ناطق كذاب كذاب وهذا التعريف ينطبق على المراجع بالدرجة الأولى قبل أن ينطبق على المعممين الصغار بالدرجة الثانية الكذب كل الكذب عند أصحاب العمائم الكبيرة وفي مكاتبهم هذا الكتاب الذي يعد مصدرا مهما للثقافه السيستانيه الامام السيستاني امه في رجل كتاب معروف من كتب السيستانيين اخذ لكم منه مثالا فالكتاب مشبع بالاكاذيب. هذه الطبعه طبعه مؤسسه البلاغ الطبعه الاولى 2008 ميلادي جلبها لي احد الاخوه من مؤسسه الامام علي من مكتب السيستاني هنا في لندن في وقتها منذ سنوات صفحة أربعمية وواحد وثلاثين من هذا الكتاب أقرأ لكم نموذجا من أكاذيب السيستانيين في كتاب يوزع في كل المراكز السيستانية صفحة أربعمية وواحد وثلاثين بداية الموضوع صفحة أربعمية وتسعة وعشرين محاوره مع الدكتور محمد حسين علي الصغير انه صديق السيستاني الذي نقلت عنه فيما تقدم من حديثي عن اسحاق الفياض ما يرتبط بالتدخين السري للسيستاني يشرب جقاير بالبوقة هو الذي حدثنا عن ذلك وقرأت ذلك عليكم من كتابه فهنا يتحدث صفحة 431 بعد أن طرح هذا السؤال متى آلت أمور الأمة إلى السيد السيستاني يتحدث الى ان يقول فالت المرجعيه بكل اطرافها للسيد السيستاني يتحدث من ان الامر قد تحقق هذا بعد وفاه عبد الاعلى السبزواري فالت المرجعيه بكل اطرافها للسيد السيستاني نعم هناك مرجعيات عظام مثل السيد محمد سعيد الحكيم والمرجع الشيخ اسحاق الفياض والمرجع الشيخ بشير النجفي والمرجع الميرزا جواد التبريزي والوحيد الخراساني مرجع والسيد صادق الشيرازي مرجع والمراجع عده وهناك منهم مراجع في الظل وهم جميعا مراجع ولكن برز من بينهم المرجع الاعلى السيد علي السيستاني باجماعهم انهم اجمعوا على مرجعيته هل هناك كذب اكثر من هذا؟ متى اجمع هؤلاء المراجع على مرجعيه السيستاني؟ في اي مكان؟ لو ان احدا منهم قال حرفا واحدا لنشروه في كل مكان ولكن برز من بينهم المرجع الاعلى السيد علي السيستاني باجماعهم على ذلك باجماع بقيه المراجع من ان المراجع جميعا حتى الذين هم في الظل باجماع بقيه المراجع اجمعوا على ان السيستاني هو المرجع الاعلى وهو المرجع الاعلى هذا كذب صريح كذب من محمد حسين الصغير وهو يكذب ما هو بشيء جديد علي بامكاني ان استخرج من اكاذيبه في مواضع اخرى وهو يكذب ويبالغ لا شأن لي بمحمد حسين الصغير ما هذا الكتاب تتبناه المرجعية السيستانية وهم يعلمون بأن هذا كذب فلماذا يوافقون عليه ولماذا يصرفون الأموال الشرعية لطباعة هذه الأكاذيب ولماذا يوزعونه على مقلديه السيستاني واتباعه هذا ضحك على الذقون متى اجمع هؤلاء المراجع على مرجعيه السيستاني في اي مكان ما هي الوثيقه الداله على ذلك ماذا قالوا عن هذا الموضوع اكاذيب في اكاذيب وهذا الكتاب بالذات فيه الكثير من الاكاذيب وقد تحدثت عن بعضها في برامج سابقه. هذه اكذوبه يعرفها كل المعممين الذي نصب السيستاني مرجعا اعلى وانه الاعلى محمد تقي الخوئي حتى هذه اللجنه من الامناء هؤلاء وقعوا بامر من محمد تقي الخوئي محمد تقي الخوئي هو الذي نصب السيستاني مرجعا وانتهينا اما هذا الكلام فكله اكاذيب في اكاذيب واذا كان كلامي ليس صحيحا كذبوني بنشر الوثائق الداله على ما يذكر في هذا الكتاب من ان المراجع اجمعوا على مرجعيه السيستاني. اعرضوا لنا هذه الوثائق. اكانت بالفيديو؟ اكانت صوتيه؟ اوديو؟ اكانت مكتوبه على الورق؟ اعرضوا لنا هذه الوثائق التي تثبت من ان مراجع الشيعه جميعا حتى الذين هم في الظل. من الدرجة الثانية الثالثة الرابعة قد اجمعوا على مرجعية السيستاني ما هكذا تقولون في كتابكم هذا يا ايها السيستانيون ولكن برز من بينهم المرجع الاعلى السيد علي السيستاني باجماعهم باجماع المراجع باجماعهم على ذلك باجماع بقية المراجع هذا هو الكلام المكتوب هنا قطعا في هذا الكتاب أكاذيب أقبح من هذه لكنني أكتفي بهذا مثالا أضيفه إلى مثال أكاذيب مهدوي يقتلون الضحايا وبعد ذلك يشوهون سمعتهم وينشرون الاكاذيب عنهم ما هذا ضحيه عباس المحمداوي وانت يا افضل الشامي انت من جمله المسؤولين في الصف الاول في العتبه الحسينيه والعتبه الحسينيه هي المسؤوله عن قتل هؤلاء فلماذا هذا الكذب؟ أفضل الشامي من مسؤولي الصف الأول وهو الناطق الرسمي باسم العتبة الحسينية إنه الكاذب الرسمي باسم العتبة الحسينية التي هي مؤسسة تابعة للمرجعية السيستانية هذه هي أكاذيب السيستاني وأكاذيب إسحاق الفياض ما هذا سيستاني صرف أفضل الشامي وهذا صهر اسحاق الفياض مهدوي وهو مدير مكتبه فماذا تقول يا غازي الحقيقه هذه مثلما قلت لك السياسيون الشيعه المتدينون من الاحزاب الشيعيه الدينيه من التنظيمات الشيعيه الدينيه فاسدون وكذابون لا اقول كاذبون كذابون لكنهم بالقياس الى السيستاني والى اسحاق الفياض والى بقيه المراجع والى مكاتب المراجع يكونون ابرار صادقين أبرار صادقين هذه هي الحقيقة من الآخر نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل اوضح بائمه الهدى من اهل بيت نبينا عن دينه وابلج بهم عن سبيل منهاجه وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه فمن عرف من امه محمد صلى الله عليه واله, وآله واجب حق امامه وجد طعم حلاوه ايمانه وعلم فضل طلاوة اسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه، وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار، وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده ولا ينال ما عند الله الا بجهه اسبابه ولا يقبل الله اعمال العباد الا بمعرفته بهذا تم الكلام في الجهة الثالثة الجهة الأولى تقدمت عرضت فيها أهم ملامح المجموعة الخوئية المرجعية ابتداء من الخوئي وانتهاء بآخر شخص منهم قطعا إسحاق الفياض هو أحد أفراد هذه المجموعة الجهة الثانية كانت مخصصة لعلاقة السيستاني بإسحاق الفياض الذي اتخذه مرجعا دكة كي ينفذ أغراضه وأهدافه ومصالحه عبره عبر مرجعيته التي هي مرجعيه دكه بالنسبه لسيستاني الجهه الثالثه عرض معطيات تخبرنا عن شخصيه اسحاق الفياض وعن واقعه الذي يعيش فيه ويحيط به وبهذا تم الحديث في هذه الجهات سانتقل بكم الى عرض لا يكون طويلا ومفصلا لانني احاول الايجاز والاختصار الى عرض ساعرض فيه جانبا من عقائد وفتاوى ومتبنيات إسحاق الفياض هذا أبدأ من هنا وكل ما سأذكره لكم سأذكره موثقا من موقعه الرسمي ومن كتبه وما أنقله من موقعه الرسمي أنقل إجاباته أنقل ما كتبه ما أجاب به على الأسئلة أبدأ من هنا هناك رابطة عنوانها رابطة فذكر تقدم مجموعة من الأسئلة إلى إسحاق الفياض كي يجيب عليها وأجاب عليها وسأخذ لكم سؤالا من هذه الأسئلة وماذا أجاب السؤال هو هذا رقم السؤال 63 السؤال الثالث والستون من مجموعة أسئلة رابطة فذكر رجاء اعرضوا لنا رأس الصفحة هذا هو رأس الصفحة في موقعه الالكتروني الرسمي في موقع اسحاق الفياض هذا راس الصفحه التي فيها مقدمه مجموعه اسئله رابطه فذكر يمكنكم ان تقراوا في اعلى الصفحه أجوبة سماحة المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض على أسئلة رابطة فذكر هذه أجوبته رجاء اعرضوا لنا السؤال الثالث والستين من نفس مجموعة الأسئلة هذه مع جواب إسحاق الفياض السؤال هكذا هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله لا يعرف القراءة والكتابة هذا سؤال من أسئلة رابطة فذكر السؤال الثالث والستون الجواب من إسحاق الفياض وليس من مكتبه العنوان واضح اجوبه سماحه المرجع الديني الشيخ محمد اسحاق الفياض على اسئله رابطه فذكر موجود في اعلى الصفحه وعرضته عليكم قبل قليل فماذا اجاب اسحاق هذا الجواب؟ نعم السائل يسال هل صحيح ان النبي صلى الله عليه واله لا يعرف القراءه والكتابه الجواب نعم كما هو ظاهر الايه الكريمه انه يتحدث عن الايه الكريمه في سوره الجمعه هو يشير الى هذه الايه لان الايه هذه هي الايه الام في هذا الموضوع نعم كما هو ظاهر الايه الكريمه وكونه اميا يؤكد هذا المطلب وكونه اميا لا يعرف القراءه والكتابه اقوى دليل على رسالته هذا هو منطق اسحاق الفياض قطعا الرجل لا ينفرد بهذه العقيده هذا منطق الطوسي ومن جاء من بعده فالطوسي في كتبه وفي تفسيره التبيان هذه عقيدته ومن الطوسي الذي اسس حوزه النجف سنه اربعمئه وثمانيه واربعين للهجره والى يومنا هذا الاعم الاغلب من مراجع الشيعه وخصوصا 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 مراجع المدرسه الاصوليه الخوئي على هذا الراي محمد باقر الصدر على هذا الراي محسن الحكيم على هذا الراي السيستاني على هذا الراي بشير النجفي على هذا الراي البقيه الباقيه مراجع النجف مراجع كربلاء مراجع لبنان مراجع قوم مراجع مشهد الجميع في وقتنا الحاضر مفسرو الشيعة من تف على عقيدتهم هذه أئمتنا يصفون العقيدة هذه من أنها عقيدة مكذوبة وملعونة ومن ان المعتقد بها كذاب وملعون. هذا حديث ائمتنا علل الشرائع لشيخنا الصدوق المتوفى سنه 381 للهجره الجزء الاول باب 105 العله التي من اجلها سمي النبي الامي. نسبه الى ام القرى هكذا يقول ائمتنا صلوات الله عليهم هذه القضيه واضحه وواضحه جدا اذا ما قرانا في دعاء ابي حمزه الثمالي انه الدعاء المروي عن امامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه اللهم بذمه الاسلام اتوسل اليك وبحرمه القران اعتمد اليك وبحق النبي الامي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك كل هذا نسب ما فيه وصف لشخصه وبحق النبي الأمي نسبة إلى أم القرى القرشي نسبة إلى قريش قبيلة أم القرى بلد مدينة إنها مكة وبحق النبي الأمي نسبة إلى أم القرى القرشي نسبة إلى قريش قبيلة الهاشمي نسبة إلى هاشم إلى بني هاشم بطن من بطون قريش العربي نسبة إلى قوم العرب التهامي نسبة إلى تهامة وهي أرض هي بلد المكي نسبة إلى مكة المدني نسبة إلى المدينة فليس هناك من وصف شخصي هذه القضية واضحة لكننا ماذا نصنع لهؤلاء الأغبياء لهؤلاء الثولان من كبار مراجع الشيعة هذه هي القذارة المرجئية إنهم يعتقدون بهذه المعتقدات لأن نواصب سقيفة بني ساعدة يعتقدون بهذا هذا هو الدين المرجئي الذي احدثكم عنه اعود الى علل الشرائع باب 105 من الجزء الاول من علل الشرائع الروايه الثانيه لن اقراها بكاملها الروايه الثانيه تشتمل على هذا المضمون من ان معنى الامي نسبه الى ام القرى انها عن امامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه السائل يساله من ان الناس يقولون ان رسول الله صلى الله عليه واله لم يكتب ولا يقرا فماذا قال إمامنا الباقر كذبوا لعنهم الله هذا هو كلام إسحاق الفياض هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله لا يعرف القراءة والكتابة الجواب نعم كما هو ظاهر الآية الكريمة سأعود إلى ظاهر الآية الكريمة وكونه أميا أقوى دليل على رسالته أي غباء هذا هذا منطق حوزة النجا هذا منطق الدين المرجئي القذر أما منطق العترة الطاهرة فالسائل يسأل الباقرة من أن الناس هكذا يقولون مثل ما يقول إسحاق الفياض إسحاق الفياض غانى في الموضوع بل قال إن أميته أقوى دليل على رسالته يعني أن الباقرة لا يعرف هذا الباقر ماذا قال كذبوا لعنهم الله هذا حديث الباقر هذا جواب إسحاق الفياض وهذا جواب الباقر كذبوا لعنهم الله هذا الحديث الثاني الحديث الاول بنفس المضمون عن امامنا الجواد ايضا الامام اجاب من ان النبي سمي بالامي نسبه الى ام القرى وتلاحظون التعاضد فيما بين الروايات والادعيه الشريفه جئتكم بدعاء ابي حمزه الثمالي مثالا ايضا سالوا الامام الجواد نفس السؤال من ان الناس يقولون ان محمدا صلى الله عليه واله لم يحسن ان يكتب فماذا قال امامنا الجواد كذبوا عليهم لعنه الله كلامه هنا اشد لانه قدم الجار والمجرور على اللعنه الامام الباقر هكذا قال كذبوا لعنهم الله فجاء الضمير المشير اليهم الى هؤلاء اللعناء متصلا بالفعل كذبوا لعنهم الله اما في حديث امامنا الجواد فقال: كذبوا عليهم لعنة الله. فالذي يعتقد ان محمدا صلى الله عليه واله لا يعرف القراءة والكتابة، لا يحسن القراءة والكتابة كذاب ملعون بحسب دين العترة الطاهرة. اما بحسب دين مرجئة النجف دين بترية النجا فان محمدا صلى الله عليه واله لا يعرف القراءة فان محمدا صلى الله عليه واله لا يعرف القراءة والكتابة وكونه اميا اقوى دليل على رسالته اي غباء هذا كيف يكون خاتم الانبياء وهو لا يحسن القراءه والكتابه الروايات واضحه صريحه في تكذيب الذي يحمل عقيده الضلال هذا ولعنه امامان معصومان الإمام الباقر يكذب مراجع النجا وهل عنه لست أنا كذبوا لعنهم الله والإمام الجواد كذلك لست أنا كذبوا عليهم لعنة الله أنتم ماذا تقولون أنتم مع من مع دعاء أبي حمزة الثمالي مع هذه الروايات مع إمامكم الباقر، مع إمامكم الجواد، مع من؟ حتى إذا أردت أن أُعرض عن دعاء أبي حمزة الثمالي وأمثاله من الأدعية والصلوات، وأردت أن أُعرض عن هذه الروايات، ولا يجوز لي ذلك في دين محمد وآل محمد، لكنني لأجل بيان الأمور أقول هذا. افترض الامر افتراضا من انني ساعرض عن كل هذا واتي مع اسحاق الفياض هذا الذي يحمل العقيده المكذوبه الملعونه بحسب الباقر والجواد صلوات الله عليهما وينشر عقائده المكذوبه الملعونه عبر الموقع الالكتروني والقضيه ليست حكرا عليه فالسيستاني هكذا وبقيه المراجع هكذا ايضا ينشرون هذه العقائد المكذوبه الملعونه ومثبته في كتبهم ويذكرونها في دروسهم وقد تعرضت لهذا بالادله والوثائق في برامجي المختلفه، عودوا اليها، لا استطيع ان اتحدث عن كل شيء. لكنني اذا ما رجعت الى سوره الجمعه هو يقول: نعم كما هو ظاهر الايه الكريمه، اعود الى سوره الجمعه. إلى الآية الثانية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم إذا كان معنى الأمي الذي لا يحسن القراءة والكتابة فهل أن رسول الله بعث في الذين لا يحسنون القراءة والكتابة أي أيوة غبائن هذا قلكم أنتم طائع أنتم شنو من يا نوع من يا صنف من أصناف البشر لا تقرؤون الادعيه وتفهمون معانيها، لا تعودون الى روايات واحاديث اهل البيت، حتى اذا قبلنا ذلك منكم من انكم ترفضون كل ذلك لان هذه النصوص ضعيفه الاسانيد، ما هو هذا القران امامكم؟ يا كثيرا هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يعني أن النبي صلى الله عليه وآله بعث فقط في الذين لا يحسنون القراءة والكتابة هو الذي بعث في الأميين رسولا منه من الأميين من الذين ينتمون إلى أم القرى وهذا هو تفسير الائمه في رواياتهم واحاديثهم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته يتلو يقرا يقرا قد يقول قائل من ان التلاوه لا يشترط فيها ان تكون من كتاب نقبل هذا يتلو عليهم آياته ويزكّيهم ولكن ويُعَلِّمُهُمُ الكتابَ والحكمة كتاب مكتوب مقروء كيف يعلمهم الكتابَ والحكمة؟ وهو لا يُحسنُ القراءةَ والكتابة ولكم مطهاية أنتم شنو أنتم؟ وهذا ما هو كلامي الإمام الباقرُ والإمام الجواد كرر هذا الكلام الإمام الباقر يقول فكيف يعلمهم الكتاب والحكمة وليس يحسن أن يقرأ ويكتب قال قلت فلما سمي النبي الأمي قال لأنه نسب إلى مكة ومكه هي ام القرى والكلام هو هو قاله امامنا الجواد واضاف اليه والله الامام الجواد يقول والله لقد كان رسول الله يقرا ويكتب بثلاثه وسبعين لسانا الامام الجواد هو الذي يقول والله الإمام يقسم والله ثم يقول لقد استعمل لام التوكيد مع قد التي تؤكد تحقق وقوع الفعل إذا جاءت قبل الفعل الماضي وجاء بها قبل الفعل الماضي والله لقد كان رسول الله يقرأ ويكتب بثلاثة وسبعين لسانا وإنما سمي الأُمي لأنه كان من أهل مكة ومكة من أمهات القرى وذلك قول الله عز وجل ولتنذر أم القرى ومن حولها هذا هو تفسير ائمتنا الذي بايعنا عليه في بيعه الغدير اما هؤلاء نقضوا بيعه الغدير ولذا عقائدهم مكذوبه ملعونه القران يصفهم بانهم حمير هؤلاء المراجع في السوره نفسها فاذا كان المرجع الاعلم لا يفقه القران فحاله حال الحمار يحمل اسفارا ما هي الايه واضحه هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم هذا التعبير لا يكون سليما ان نقول هكذا هو الذي بعث في الذين لا يحسنون القراءه والكتابه رسولا منهم منهم انه امي لا يحسن القراءه والكتاب ما الحكمه في هذا ما هي الحكمه يا ايها الحمير ما هي الحكمه هذا الكلام ليس عربيا هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يعني هو الذي بعث في الذين لا يحسنون القراءه والكتابه رسولا منهم لا يحسن القراءه والكتابه ما هو الجمال في هذا ما هو الحسن في هذا ولكن اذا كان الحديث عن قوم عن اناس ينتمون الى بلد الى قوميه معينه ياتي الكلام صحيحا منسجما هو الذي بعث في الاميين في قوم ينتمون الى بلد ما رسولا منهم هذا هو التعبير العربي الصحيح اما ان نفهم الايه بهذه الطريقه هو الذي بعث في الذين لا يحسنون القراءه والكتابه رسولا منهم لا يحسن القراءه والكتابه بالله عليكم هذا كلام يقوله الله هذا كلام هزيل هو الذي بعث في الاميين في الذين ينتمون الى ام القرى رسولا منهم من بين اظهرهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه كيف يعلمهم الكتاب والحكمة كما يقول إمامنا الباقر وهو لا يحسن القراءة والكتابة كيف يعلمهم الكتاب الآية واضحة ولكن ماذا نصنع لهؤلاء الثيران الذين يقال لهم آيات الله العظمى ثيران مديح لهم الأئمة لعنوهم أنا أسألكم ما هو الأفضل أن يقال لك ثور أو أن يقال لك لعنة الله عليك يا أيها الكذاب من قبل الإمام الباقر ومن قبل الإمام الجواد ماذا تقولون أنتم أن يقال لي ولكم من أننا ثيران هذا أفضل ملايين المرات تريليونات المرات من أن يخاطبنا إمامنا الباقر ويخاطبنا من أن يخاطبنا إمامنا الباقر ويخاطبنا إمامنا الجواد من أنكم كذابون ملعونون مثل ما قرأت عليكم في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة من كتبنا القديمة الأصلية هذه رواياتهم والايه واضحه وواضحه جدا. في السوره نفسها في الايه الخامسه بعد البسملة: مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، في احاديث العتره هذا مثل للامه فالقران ليس لليهود. القران لاتباع محمد صلى الله عليه واله فما جاء فيه من الامثله التي امرنا الائمه ان ندرسها اكدوا علينا ان ندرس امثال القران وهذا مثل من امثال القران التي اكد ائمتنا علينا ان ندرسها هذا مثل للامه للامه التي تقول من انها امه محمديه والحديث عن علمائها الذين حملوا القران ثم لم يحملوه ثم حرفوه بهذا التفسير المرجئي هؤلاء هم الحمير السوره نفسها تشخص لنا من هو الحمار الحمار هو المرجع الذي يقرا هذه الايه ولا يفسرها بتفسير علي الذي بايعنا عليه في بيعة يوم الغدير هذا هو تفسير علي تفسير الباقر والجواد وإنما يفسرها بتفسير نواصب سخيفة بني ساعدة وينسب النقائص للنبي وبعد ذلك يعد النقيصة من أنها أقوى دليل على رسالة محمد صلى الله عليه وآله هذا الذي لا يحسن القراءة والكتابة يسهل خداعه فهو لا يحسن القراءة والكتابة فكيف يقرا الوثائق ويقرا الكتب التي ترتبط بالدول الاخرى بالديانات الاخرى كيف يرد عليهم ما هذا المنطق المرجعي القذر يا مراجع النجاه احاديث اهل البيت تصف القائلين بهذا القول من انهم كذابون ملعونون والقران في السوره نفسها في سوره الجمعه يصف القائلين بهذا القول بانهم حمير قطعا اتحدث عن حمير البشر حمير الحيوانات لا تلام اذا ما حملت الكتب والاسفار على ظهرها انها تمدح تؤدي واجبها لكن الحديث عن حمير البشر عن مراجع الطائفه عن المراجع العظام الكرام مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا القضية واضحة فالذي يقرأ سورة الجمعة ولا يفقه معناها حتى بحسب اللغة بحسب قواعد البلاغة بعيدا عن تفسير علي وآل علي فهو حمار مثلما تقول السورة نفسها لا تقول من أنني أنا الذي وصفتهم بالحمير الله وصفهم بالحمير ما هي السوره تقول هذا مثل الذين ما هي السوره تقول هذا مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا الايه واضحه وصريحه فهؤلاء حملوا هذه السوره حملوا هذه الايات حملوا هذا القران ثم لم يحملوا لم يفقهوه ولم يعملوا به ثم لم يحملوها لم يفقهوها ولم يعملوا بها وانما عملوا بمعتقدات نواصب سقيفه بني ساعده فهؤلاء هم الحمير بصريح القران ما هو هذا بكلامي هذا كلام الله اعتقد ان صوره صارت واضحه هذا هو الدين المرجئي وهذا هو المرجع الاعلم الذي تتبناه مؤسسه الخوئي وكذلك هو المرجع الاعلم من بعد السيستاني حيث ارجع الشيعه من مقلديه في الفتاوى الاحتياطيه الى هذا المرجع الاعلم وهو الذي سينصب لكم اذا ما مات السيستاني محمد رضا السيستاني حيث سيعلن لكم عن اعلميته، هذا اذا بقي حيا. هذا هو المرجع الاعلى. بحسب روايات اهل البيت كذاب ملعون وبحسب القران حمار. هذا الكلام ليس مني، هذه الروايات هذه الكتب وهذا القرآن ردوا على الله ردوا على الإمام الباقري ردوا على الإمام الجوادي لا تقولوا من أنني أنا الذي قلت هذا ردوا عليه نذهب إلى فاصل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت له ولم جعلت فداك قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت فما وجه الحكمه في غيبته فقال وجه الحكمه في غيبته وجه الحكمه في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره ان وجه الحكمه في ذلك لا ينكشف الا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا انه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمه وإن كان وجهها غير منكشف لنا سأذهب بكم إلى مجموعة أسئلة حول موقع المرأة في النظام السياسي الإسلامي هذا مطبوع ومتوفر أيضا على الموقع الإلكتروني رجاء اعرضوا لنا صوره هذه المجموعه من الاسئله والاجوبه في مطبوعه من المطبوعات اعرضوها لنا هذا هو بمثابه كتاب فيه مجموعه اسئله حول موقع المراه في النظام السياسي الاسلامي مطبوع وموجود على الموقع الالكتروني اذهبوا بنا الى صفحه 64 وصفحه 65 رجاء هذه صفحه 64 وصفحه 65 من هذا الكتاب والكتاب مطبوع وموجود ايضا على الموقع الالكتروني صفحه 64 65 من اسئله حول موقع المراه في النظام السياسي الاسلامي السؤال الخامس والعشرون تلاحظون في اعلى صفحه اربعه وستين وضع العنوان في مستطيل باللون الاحمر نحن وضعنا هذا المستطيل كي يتشخص العنوان لدى المشاهد السؤال الخامس والعشرون انا لا اريد ان اقرا كل شيء وانما اذهب الى موطن الحاجه. السؤال اساسا هل من صلاحيات الحاكم ما فعله الخليفه عمر ابن الخطاب في محاوله تحديد المهور الى اخر الكلام الكلام ليس هنا الكلام يرتبط بنفس النبي الامي الذي لا يعرف القراءه والكتابه فنبي اسحاق الفياض هو نبي مراجع النجف هو نبي السيستاني وهو نبي الخوئي لا يعرف القراءه والكتابه يتصف بهذه الصفه التي قال عنها الائمه من ان الاعتقاد بها سيجعل المعتقد بها كذابا وملعونا عند الائمه اعود الى صفحه 64 و 65 رجاء اعرضوها على الشاشه في اخر الصفحه واما تغيير الحكم الشرعي فهو ليس من صلاحيه الحاكم الاسلامي مهما كانت مرتبته ومقامه حتى 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 النبي الاكرم فليس له ذلك، النبي الاكرم ليس له ان يغير الحكم الشرعي اي أيوة دين هذا؟ هذا دينك يا ابو محمود لو تتمسح به هواي احسن منين جبت هذا الدين؟ من يا مزبله قطعا هذا الكلام ليس خاصا به هذا الكلام موجود عند بقيه المراجع ايضا لا اقول عند الجميع وانما اقول عند اكثرهم عند الاعم الاغلب منذ زمان الطوسي والى زمان السيستاني وأما تغيير الحكم الشرعي فهو ليس من صلاحية الحاكم الإسلامي مهما كانت مرتبته ومقامه حتى النبي الأكرم فليس له ذلك لماذا يا أبو العريف؟ ليش يابه؟ لأنه بمقتضى الايه الكريمه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ليس له هذا الحق اساسا هذه الايه تدل على ان له الحق في ذلك يا ايها الغبي بحسب ما تقول سيكون معنى الايه هكذا من ان النبي فقط في دائره الوحي لا ينطق عن الهوى اما في خارج دائره الوحي فانه ينطق عن الهوى بحسب ما تقول انت فان معنى الايه هكذا بينما الايه لا تقول هكذا الايه تقول من انه في كل ما ينطق به هو وحي بغض النظر ايقال عنه قران ام لا يقال عنه قران ايقال عنه من الاحاديث القدسيه ام يقال عن من الاحاديث النبويه ام انه ينقله عن الكتب السابقه فكل ما ينطق به هو وحي الايه هكذا تقول يا ابو العريف وما ينطق عن الهوى مطلقا ان هو الا وحي يوحى اما هذا الضراط الذي تتحدث به يا سماحه المرجع فانك تقول هكذا بما انه ليس له من صلاحيه في تغيير الحكم الشرعي فهذا يعني من ان النبي لا ينطق عن الهوى فقط في دائره الوحي التي تفهمونها بحدود التبليغ القرآني هذا ضراط هذا هذا ما هو دين هذا بالضبط ينطبق وصف بالضبط ينطبق وصف الحمار الذي جاء في سوره الجمعه على القائل بمثل هذا القول فهو لا يفقه الايه في جميع اتجاهاتها اقرا عليكم واما تغيير الحكم الشرعي فهو ليس من صلاحيه الحاكم الاسلامي مهما كانت مرتبته ومقامه حتى النبي الاكرم فليس له ذلك لانه بمقتضى الايه الكريمه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ليس له هذا الحق اي غباء هذا هذه الايه تثبت من ان كل شيء يقوله صلى الله عليه واله ان كان قرانا او كان نقلا من كتب الديانات السابقه الصحيحه وليست المحرفه او ما يسمى بالاحاديث القدسيه او كان من حديثه ان كان في اعلى مستويات البلاغه بحسب المقام او كان في مستويات متدنيه من البلاغه باعتبار مداراه المتلقي فالنبي وائمتنا جميعا لا يتحدثون بمستوى واحد من البلاغه بحسب المتلقي فتارة يتحدثون بأعلى مستويات البلاغه وتارة يتحدثون بمستويات قد لا توصف بالبلاغه لأن المتلقي يحتاج هذا فيكون الكلام بليغا من جهة الحكمة لا من جهة الألفاظ لأن البلاغة عند الانبياء وعند الائمه تاره تكون بلاغه قول وتاره تكون بلاغه تقدير فحينما يحتاج المتلقي الى كلام لا يكون بمستوى عال من البلاغه في القول وانما يحتاج الى قول يخلو من البلاغه اصلا حتى يستطيع فهمه فإن البلاغة في حكمة التقدير هنا هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل لا تفقهونه يا أيها المراجع هذا شيء لا تفقهونه لا تفقهه هذا شيء لا تفقهونه يا أيها المراجع هذا فقه العترة الطاهرة الذي لا يوجد حرف واحد منه في عقولكم فعقولكم يا مراجع النجف مملوءه بفقه المرجئه بالفقه البتري بالفقه التقصيري والدليل هذا كلام مراجعكم هذا كلام المرجع الاعلم بتشخيص من السيستاني ولذا يرجع اليه في الاحتياطات واما تغيير الحكم الشرعي فهو ليس من صلاحيه الحاكم الاسلامي مهما كانت مرتبته ومقامه حتى النبي الاكرم فليس له ذلك لانه بمقتضى الايه الكريمه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ليس له هذا الحق رجاء أن اعرضوا لنا الصفحتين كي يتسنى للمشاهدين أن يلقوا نظرة عليها أعود بكم الى قران محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اذهب بكم الى سوره النجم والى الايه الثالثه والرابعه والتي بعدها بعد البسملة وما ينطق عن الهوى اطلاقا ليس هناك من هوى ان هو الا وحي يوحى في كل حالاته وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى علمه إلى بقية الآيات التي تأتي في سورة النجم والآيتان واضحتان وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لذلك جعل صلى الله عليه واله من قبل الله سبحانه وتعالى جعل اولى منا بانفسنا في سوره الاحزاب في الايه السادسه بعد البسملة من سوره الاحزاب اولها النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم حينما يكون اولى بالمؤمنين من انفسهم فحاجاتهم متغيره واوضاعهم متبدله ومراتبهم متباينه والحكم الشرعي لا يكون صالحا في زمان بسبب ظروف طارئه فلا بد من تغييره من الذي يغير الحكم الشرعي؟ غريب هؤلاء المراجع يعطون لانفسهم الحق في تغيير الاحكام الشرعيه والعبث بها واللعب بها وساضرب لكم امثله ومن نفس فتاوى هذا الاعلن من نفس فتاوى اسحاق هذا يعبثون بالاحكام الشرعيه ويغيرونها ويمنعون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أي دين هذا هذا ضراط هذا ما هو بدين نحن على هذا بايعنا في بيعة الغدير من جملة مواثيق بيعة الغدير النبي صلى الله عليه وآله سأل الحاضرين وسؤال موجه لي وإليك يا إسحاق ألست أولى منكم بأنفسكم فأجابوا جميعا نعم يا رسول الله أنت أولى منا بأنفسنا فقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم واهلي من والاه وعادي من عاداه هذا علي أولى منكم بأنفسكم أولى منا بأنفسنا هو الذي يحدد مصائرنا وهو الذي يشخص مصالحنا فكيف اتصور ان احدا اولى مني بنفسي يحدد مصيري ويشخص مصالحي ويحدد لي مفاسدي وكل ذلك يحتاج الى تغيير في الاحكام بحكم الازمنه والامكنه فكيف لا يكون قادرا صلى الله عليه واله على تغيير الحكم الشرعي اي دين هذا واي غباء هذا واي ثول هذا الايه واضحه صريحه انا لا احدثك يا اسيحيق انت تسلب من رسول الله ولايته التشريعيه وانت تشرع الاحكام يا اسيعيق من انت من انت يا اسيعيق هذا محمد صلى الله عليه واله النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم الله يخاطبه ويقول له وما رميت اذ رميت هو رفع حفنه من تراب حفنه من الحصباء ورماها في وجوه المشركين في بدر الله يقول في قرانه وما رميت اذ رميت يا محمد ولكن الله رمى انت محمد لا فرق بينك وبينها الا انهم عبادك وخلقك هؤلاء نواب صاحب الزمان صاحب الزمان هو الذي يقول لا فرق بينك وبينها الا انهم عبادك وخلقك هؤلاء كذابون لا هم بنواب صاحب الزمان ولا هم بنواب البطيخ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أقرأ عليكم رواية من أجمل الروايات في الكاف الشريف قطعا هي ضعيفة سندي عند السيستاني عند الخوئي عند محمد باقر الصادر وعند أسيحيق هذا الجزء الأول من الكاف الشريف انها طبعة دار الاسوة طهران ايران صفحة 501 انه باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه واله الحديث الخامس بسنده عن محمد بن سنان قال كنت عند ابي جعفر الثاني عند امامنا الجواد ابو جعفر الاول باقر العلوم صلوات الله عليه اما ابو جعفر الثاني فهو جواد الائمه محمد بن سنان يقول كنت عند ابي جعفر الثاني فاجريت اختلاف الشيعه اختلافهم في عقائدهم في مستوياتهم الفكريه هناك مرجئه مر علينا هذا الكلام هناك بتريه فأجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد العقيدة الحقة هذه لا شأن لك لا بالبترية ولا بالمرجئة ولا بأي أحد فقال يا محمد يخاطب محمد ابن سنان يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمه فمكثوا الف دار ثم خلق جميع الاشياء فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها هذه الطاعة الوجودية الطاعة الكونية الطاعة التكوينية الطاعة الاشيائية طاعتهم نافذة على تشيؤ الاشياء على شيئية الاشياء ثم خلق جميع الاشياء فطاعتهم نافذه على تشيئها وعلى شيئيتها على اصل وجودها فضلا عن مظاهرها التكوينيه تلك هي الولايه الكونيه ولايتهم الكونيه انها الولايه التي تخضع لها الاشياء من جهه تشيئها ومن جهه شيئيتها اما ولايتهم التكوينيه هي التي تخضع لها الاشياء في تمظهرها المحسوس والمرئي الحكايه بحاجه الى تفصيل لا يفقهها هؤلاء الاغبياء ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا الف دهر ثم خلق جميع الاشياء فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها وفوض امورها اليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون والحديث هنا ليس عن التحليل والتحريم التشريعي هذا لا قيمه له هذا ياتي متفرعا عن التحليل التكويني والتحريم التكويني لان الايه تتحدث في مجال التكوين وما التحريم التشريعي والتحليل التشريعي الا انعكاس في حاشيه الموضوع عن التحريم التكويني والتحليل التكويني هم تخضع لولايتهم شيئيه الاشياء وتشيء الأشياء يعني في أصل وجودها في أصل تحققها قبل أن تخرج من العدم هذه حكاية معقدة لا يفقهها هؤلاء الأغبياء الذين يتحدثون بهذا المنطق المرجئ البتري القذر هذا هو دين الأئمة فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا الا ان يشاء الله تبارك وتعالى اذا شاء الله شئنا هم يقولون هذا واذا شئنا شاء الله وما رميت اذ رميت يا ابا الزهراء وما رميت اذ رميت يا ابا الزهراء ولكن الله رمى إذا شاء الله شئت يا رسول الله وإذا شئت يا رسول الله شاء الله هذا منطقهم هذه رواياتهم إذا شاء الله شئنا وإذا شئنا شاء الله فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال إمامنا الجواد لمحمد بن سنان قال له يا محمد يا ابن سنان هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق محق دينه هذا هو المتخلف عنها إسحاق الفياء والسيستاني والخوئي ومحمد باقر الصاد وبقيه المراجع هؤلاء هم الذين تخلفوا عن هذه الديانه هذه الديانه التي من تقدمها مرق مرق من الدين كما يمرق السهم ويخرج من القوس هذه الديانه التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق محق دينه ومن لزمها من لزمها لحق بنا لحق خذها إليك يا محمد هذا هو الدين يا ابن سنان خذها إليك يا محمد هذه الديانة الحقيقية أما هذا الضراط المرجعي النجفي فهذا هو الضلال وهذا هو الدين المرجعي البتري نذهب إلى فاصل قال رسول الله صلى الله عليه واله سيأتي زمان على امتي لا يبقى من القران الا رسمه ولا من الاسلام الا اسمه يسمون به وهم ابعد الناس منه مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنه واليهم تعود عن ابي خديجه قال قال ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج اثنا عشر من بني هاشم كلهم يدعو الى نفسه عن زراره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم قلت خاص او عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم ابليس حتى ينادي في اخر الليل فيشكك الناس هذه مجموعة أخرى من أسئلة توجه إلى إسحاق الفياض من قبل صحيفة يابانية عنوانها أساهي رجاء اعرضوا لنا رأس الصفحة التي ترتبط بهذا الموضوع هذا هو رأس الصفحة من موقعه الإلكتروني الرسمي يمكنكم أن تقرأوا في أعلى الصفحة أجوبة سماحته سماحة إسحاق الفياض أجوبة سماحته على أسئلة صحيفة أساهي اليابانية وأنتم تلاحظون عنوان مكتب اسحاق الفياض في اعلى الصفحه يمكنكم ان تدخلوا الى موقعه الالكتروني الرسمي وان تتابعوا ذلك نذهب الى سؤال من اسئلتهم التي وجهوها الى اسحاق الفياض انه السؤال الخامس هذا هو السؤال الخامس مع الجواب الخامس، السؤال من قبل صحيفة أساهي اليابانية. ما هي العلاقة بين الدين والدولة؟ رجاء اتركوا الصورة على الشاشة كي أقرأ للمشاهدين وكي يطلعوا على أنفسهم. السؤال من صحيفة أساهي اليابانية، وهو السؤال الخامس، ما هي العلاقة بين الدين والدولة؟ الجواب من قبل اسحاق الفياض. العلاقة بينهما انما هي في الدولة الاسلامية الواقعية حيث انها تقوم على اساس حاكمية الدين. وهذه الدولة انما ولدت وشكلت في عصر النبي الاكرم. بيده المباركة فحسب وقد نجحت في تلك الفترة الزمنية القصيرة وهي فترة الرسالة ولا توجد بعدها دولة اسلامية بمعناها الواقعي الصحيح هذا الكلام ينطبق على دولة امير المؤمنين وينطبق على دولة امامنا الحسن انا لا استنتج هذا الراي من كلامه هنا هو يتبنى هذا الراي في الاوساط النجفيه هذا القول معروف عنه لا اريد ان اناقشه الان اذا ما وصلنا اليه لكن الكلام واضح رجاء اعرض الوثيقه مره اخرى هكذا يجيب على السؤال ما هي العلاقه بين الدين والدوله العلاقه بينهما انما هي في الدوله الاسلاميه الواقعيه حيث انها تقوم على اساس حاكميه الدين وهذه الدوله انما ولدت وشكلت في عصر النبي الاكرم بيده المباركه فحسب وقد نجحت في تلك الفترة الزمنية القصيرة وهي فترة الرسالة ولا توجد بعدها على الاطلاق ولا توجد بعدها دولة اسلامية بمعناها الواقعي الصحيح لان الدول التي تسمى بالدول الاسلامية انما هي بلحاظ ان شعوبها شعوب مسلمة لا ان الدولة تقوم على اساس حاكميه الاسلام والدين لا اريد ان اعلق كثيرا لكن الذي يصف رسول الله من انه امي لا يعرف القراءه والكتابه ويعد ذلك منقبه له على ان ذلك اقوى دليل على رسالته ويعتقد ايضا من أن النبي صلى الله عليه واله ليس له من الولايه أن يغير الأحكام الشرعيه منطقي أن يتحدث بهذا الكلام وأن يعد دوله علي ودوله الحسن صلوات الله عليهما من الدول التي لا توصف بما وصف به دولة النبي صلى الله عليه وآله. هذا هو كلامه ولا يحتاج الى تعليق. نذهب الى فاصل. عن ابي بصير عن ابي عبد الله صادق العتره صلوات الله عليه في قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فقال طاعة الله ومعرفة الإمام عن أبي بصير قال قال لي أبو جعفر باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه هل عرفت امامك قال قلت اي والله قبل ان اخرج من الكوفه فقال حسبك اذا هناك مجموعه من الاسئله حول ذكر علي في التشهد الوسطي والاخير في الصلاه رجاء اعرضوا لنا السؤال الاول بحسب ترتيب البرنامج من مسائل الصلاه من الموقع الالكتروني الرسمي لاسحاق الفيا مسائل الصلاه وهذا من الموقع الالكتروني الرسمي لاسحاق الفياض السؤال هل يجوز الاستشهاد بالشهاده الثالثه في تشهد الصلاه الواجبه كما ورد في بعض الروايات عن الامام الصادق عليه السلام بهذا النص او غيره اشهد ان لا اله الا الله السؤال هل يجوز الاستشهاد بالشهاده الثالثه في تشهد الصلاه الواجبه كما ورد في بعض الروايات عن الامام الصادق بهذا النص أو غيره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عليا نعم الولي ورد هذا في عديد من الروايات والأحاديث هذه المسألة بسطت القول فيها كثيرا في برامجي المتنوعه والمتوفره على الشبكه العنكبوتيه ماذا كان الجواب كيفيه التشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وال محمد وان لا يزيد على ذلك هذا هو تشهد الشافعي بالضبط وقد عرضت هذا في برامجي يمكنكم ان تعودوا الى البرامج المتخصصه بهذا الموضوع، صحيح ورد هذا في رواياتنا لكنه ورد بلسان التقية فلقد ورد في رواياتنا ايضا من ان التشهد تكفي فيه الشهادتان من دون الصلاه على محمد وال محمد هناك روايات كثيره في صيغ التشهد قطعا الائمه يريدون الصيغه التي تشتمل على المعنى العقائدي المكتمل فهل تكتمل العقيده من دون ذكر امير المؤمنين لا اريد ان اطيل الكلام في هذه المساله. تحدثت عنها كثيرا يمكنكم ان تعودوا الى الحلقات المختصه بهذا الموضوع. هذا لا يعني انني لن اتحدث في جانب من جوانب هذا الموضوع. فهذا التشهد وهو الذي يعلمكم اياه مراجع حوزه الطوسي هذا تشهد المرجئه هذا تشهد البتريه هذا التشهد هو تشهد الشافعي في كتابه الام اما تشهد الائمه فلا بد من ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه فيه بعنوان الذكر القطعي الواجب بل بعنوان سر قبول الصلاه من دونه الصلاه باطله علي هذا، علي هذا سود الله وجوهكم سخم الله وجوهكم يا أيها المراجع المرجئية البترية سخم الله وجوهكم السؤال الثاني بحسب ترتيب الأسئلة في البرنامج أيضا من الموقع الإلكتروني لإسحاق الفياض رجاء اعرضوا لنا السؤال الثاني من جملة مسائل الصلاة السؤال هل يجوز أن يقول المصلي في التشهد بعد الشهادتين أشهد أن عليا ولي الله والأئمة الأحد عشر من ولده حجج الله بقصد القربة المطلقة والجزئية الجواب لا تجوز الشهادة الثالثة في الصلاة قطع الله يمينك أخرس الله لسانك يا أيها الغبي لا تجوز الشهادة الثالثة في الصلاة يا اللكع هذه صلاة محمد وآل محمد وعلي عنوانهم وعلي الراية المضيئة فيهم هذا نفس محمد يا لكع لا تجوز الشهادة الثالثة في الصلاة من تف على صلاتك وعلى فتاواك القذرة المرجئيه البتريه السؤال الثالث رجاء نعرضه ايضا من موقعه موقع الضلال هذه مواقع الضلال انها المواقع المرجئيه البتريه القذره مسائل الصلاه السؤال هل يجوز ذكر الشهادة الثالثة؟ أشهد أن عليا بالحق ولي الله أثناء الصلاة وعند التشهد بعد الركعة الثانية وعند التسليم الجواب لا تجوز الشهادة الثالثة في التشهد خسئت وبعدت يا أيها البعيد الشهادة الثالثة واجبة بعنوان الوجوب القطعي ومن دونها الصلاة باطلة دينك باطل يا أسيحيق أية قذارة هذه فتاواك وفي موقعه الالكتروني الرسمي هناك تطبيق من التطبيقات الالكترونيه يتم انزاله على اجهزه الموبايل رجاء اعرضوا لنا ايقونه هذا التطبيق هذه صوره ايقونه التطبيق الالكتروني المتوفر على موقع اسحاق الفياض والذي يمكن تطبيقه وتنزيله على اجهزه الموبايل ومن هنا فاننا سندخل الى جهاز الموبايل كي نستخرج لكم الأسئلة والأجوبة في بعض الأحيان عبر هذا التطبيق رجاء اعرضوا لنا السؤال عبر هذا التطبيق المرقم 1607 هذا هو السؤال المرقم 1607 عبر التطبيق الالكتروني على الموبايل مع الجواب ساقرا السؤال. ما راي سماحتكم الخطاب لاسحاق الفيض ما راي سماحتكم بالنسبه للشهاده الثالثه في التشهد واريد الدليل لاني في حيره من امري الجواب جواب اسحاق الفياض الشهاده الثالثه هي الشهاده بولايه امير المؤمنين واولاده الطاهرين عليهم السلام الى امام العصر عجل الله فرجه الشريف وهي اساس مذهب التشيع واصله ولكن حيث ان الصلاه توقيفية فلا بد من الاقتصار على ما وصل الينا من الله تعالى بواسطة الائمة الاطهار. والواصل منهم هو ان كلام الادمي مبطل للصلاة وبما ان الشهادة الثالثة من كلام الادمي فلا يجوز الاتيان بها في الصلاة. يا غبي الشهاده الثالثه من كلام الادمي اي ادمي هذا قد جاء بها قبل رسول الله الا الانبياء والانبياء اخذ عليهم العهد بها فاي ادمي هذا من غير الانبياء والرسل والاوصياء جاءونا بهذا الكلام يا أيها الغبي الأثول يا أيها المرجع الأعلم بتعيين مؤسسة الخوئي وبتعيين المرجع السيستاني يا أيها الأعلم الأثول الأغبى أشهد أن عليا ولي الله من الكلام الأهدمي ماذا اقول لهذا لهذا الحمار بحسب وصف القران انا اخاطب شيعه لا اخاطب هذا الغبي هذا هو الكافي الجزء الاول من الطبعه نفسها التي اشرت اليها ومن باب مولد النبي ووفاته صفحة 502 الحديث الثامن بسنده عن سنان بن طريف عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: "إنا أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا" الله نوه بها "إنا أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا انه لما خلق السماوات والارض امر مناديا فنادى اشهد ان لا اله الا الله ثلاثا الله امره بهذه الكلمات الامام الصادق يقول انا اول اهل بيت نوه الله باسمائنا انه لما خلق السماوات والارض امر مناديا فنادى اشهد ان لا اله الا الله ثلاثه اشهد ان محمدا رسول الله ثلاثه اشهد ان عليا امير المؤمنين حقا ثلاثا هذا هو اذان الله هذا هو الاذان الذي امر الله به في الوجود هذا هو الكافي الشريف هذه احاديث العتره تأتي أنت يا إسحاق ويأتي السيستاني ويأتي الخوئي ويأتي محمد باقر الصادر ويأتي بشير النجفي وأمثالكم تعبثون بحديث العترة وتنقضون بيعة الغدير مثلما خاطبكم صاحب الزمان في الرسالة التي وجهها إلى أكثر مراجع الشيعة سنة وعشرة للهجرة مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون هذا تطبيق عملي حقيقي دقيق لما يقوله امام زماننا وتقولون عن انفسكم انتم نواه صاحب الزمان وانتم الاعلى أنتم رواة الحديث ولا تفقهون شيئا من روايات العترة ما هذه روايات العترة فأي رواة حديث أنتم ما هذه روايات العترة فأي رواة حديث أنتم يا أيها الأغبياء الخطاب لك ولزملائك في النجف من المرجئة البترية صخم الله وجوهكم على هذه الفتاوى الطائحة انا اول اهل بيت نوه الله باسمائنا انه لما خلق السماوات والارض امر مناديا فنادى اشهد ان لا اله الا الله ثلاثا اشهد ان محمدا رسول الله ثلاثا اشهد ان عليا امير المؤمنين حقا ثلاثا وبعد ذلك تقول انه كلام ادمي ماذا اقول لك يا اسيحيق يا اسيحيق ماذا اقول لك فاحتق اليمني والواصل منهم من الأئمة هو أن كلام الآدمي مبطل للصلاة وبما أن الشهادة الثالثة من كلام الآدمي فلا يجوز الإتيان بها في الصلاة حديث القاسم ابن معاوية في الاحتجاج للطبرسي عن إمامنا الصادق من أن الله لما خلق العرش كتب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله علي امير المؤمنين فهل هذا كلام ادمي وكتبه على الكرسي وكتبه على جميع الاشياء الى ان قال امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في اخر الحديث فاذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله فليقل علي امير المؤمنين حتى اذا حملتم هذا على الاستحباب فهذا قول الامام ما هو بقول الادمي يا ادمي اذا كنت ادميا فهذا قول الامام الاحاديث تخبرنا من ان على كل ابواب الجنه الثمانيه مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله علي امير المؤمنين فهل هذا كلام ادمي؟ الله الذي كتب هذا على عرشه وعلى كرسيه الامام الصادق يقول ان الله لما خلق العرش كتب عليه الله الذي كتب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين فهل هذا كلام أهدمي من مداكم ودينكم هذا الطائع الله أي دين هذا وبعدين تقولوا لي ليش تحكي على المراجع لكم ذولا مراجع خلونا ساكتين خلونا ساكتين ما هذه الحقائق بين أيديكم ولكن حيث ان الصلاه توقيفية هذا كلام النواصب هذا الصلاه توقيفية لكننا نوقفها بحسب من؟ بحسب ما يقوله الشافعي في التشهد او بحسب ما يقوله محمد وال محمد لماذا توقفون التشهد الوسطيه والاخير في الصلوات الواجبه على تشهد الشافعي لماذا يكون التوقيف على تشهد الشافعي هذا هو كلام الادمي ان كنت ادميه هذا هو كلام الادمي انك تجعل التشهد الوسطيه والاخيره في الصلاه الواجبه توقيفيا بحسب ما وقفه الشافعي هذا هو تشريع الآدمي محمد وآل محمد هكذا قالوا لنا إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف للكليني الذي بعرة حماره أشرف من إسحاق الفياض ومن عينه تريليونات المرات بحرة حمار الكليني أقرأ عليكم من الكاف الشريف وهذا هو الجزء الثالث وطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 324 بسنده الحديث الثاني من الباب 196 عن التشهد عن بكر بن حبيب قال: قلت لابي جعفر للامام الباقر صلوات الله عليه اي شيء اقول في التشهد والقنوت؟ قال: قل باحسن ما علمت او باحسن ما علمت فانه لو كان موقتا لو كان توقيفيا لهلك الناس لهلك الناس يعني اننا لو علمناكم التشهد كما نريد وتقرؤونه فان اعداءنا من الامويين فالامام الباقر كان ايام الامويين فإن أعداءنا من الأمويين سيفتكون بكم، سيعرفون أنكم شيعة وأنتم في حال التقية، فقولوا بأحسن ما علمتم ومما علمنا التقية، بأحسن ما علمنا بحدود التقية لكن إذا زالت التقية فلا بد ان نعود الى صيغ التشهد الافضل باحسن ما علمنا في حال عدم التقيه ومن احسن ما علمنا في حال عدم التقيه الشهاده الثالثه هل هناك اجمل احلى اطهر من ان اقول في التشهد الوسطي والاخير بكلام الهي كتبه الله على عرشه ان اقول اشهد ان عليا ولي الله ان اقول اشهد ان عليا امير المؤمنين اشهد ان عليا حجه الله كل هذه التعابير سليمه صحيحه لكن الاولويه ان نقول اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا امير المؤمنين هذا هو الذي ورد في رواياتهم واحاديثهم اذا اردتم التفاصيل عودوا الى برامجي والى الحلقات المتخصصه بهذا الموضوع هذا هو منطق الائمه فهذا التوقيف عند الأئمة أي شيء أقول هذا بكر بن حبيب يقول لإمامنا الباقر أي شيء أقول في التشهد والقنوت قال قل بأحسن ما علمت بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا أي توقيفيا لهلك الناس هذه رواية الرواية الثالثة سورة ابن كليب يسأل الإمام الباقر عن أدنى ما يجزئ من التشهد فقال الشهادتان هذه صيغ تقية وهذه الصيغة التي ترددها الشيعة الآن من صيغ التقية هذه صيغة الشافعي لا يجوز ان تردد في زمان لا تقيه فيه فهل تخافون ان تقولوا اشهد ان عليا ولي الله في صلواتكم الواجبه ممن تخافون لا تقيه في هذا الزمان هذه الصيغه كانت في زمان الائمه وفقا لمذاق الشافعي ومن على شاكلته فالشافعي كان في زمان الأئمة ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير واجب هو سر قبول الصلاة من دون ذكر علي بهذا العنوان بالعنوان الواجب القطعي الصلاة باطلة ليش يسمعون ذول المطايا هؤلاء حمير بوصف القرآن ما هذا هو فقه العترة مثلهم مثل الحمار مثل ما وصفهم القرآن في سورة الجمعة الصلاة توقيفية بحسب الأئمة لا بحسب الشافعي نعم الصلاة توقيفية والعبادات توقيفية لكن بحسب الأئمة هم الذين يشخصون لنا حدود ذلك أما هذا الهراء من أن الشهادة الثالثة من كلام الآدميين هذا هراء المرجئة والبترية الذين لا يفقهون حديث العترة أنا أقول لاسيحيق هذا في سوره المعارج في الايه الثالثه والثلاثين والتي بعدها بعد البسمله والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون شهادات جمع واقل الجمع ثلاثة اذا الشهادة الثالثة قرآنية وربانية الله كتبها على عرشه والله أمر المؤذن أن يؤذن بها بعد أن خلق السماوات والأرض مرت علينا قبل قليل رواية سنان بن طريف عن إمامنا الصادق من أننا أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا قرأت الرواية عليكم لا أعيدها ليس عندي من وقت الشهادة الثالثة قرآنية والذين بش الشهادة الثالثة قرآنية والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون قائمون مستمرون باداء هذه الشهادات هذه ما هي شهادات في المحاكم نعيش ونموت ولا نذهب الى المحاكم والايه تتحدث عن قيام مستمر عن اداء مستمر للشهادات هذا الاداء لهذه الشهادات اين هو في الايه التي بعدها والذين هم على صلاتهم يحافظون ما هو القران واضح واضح ولكنكم نقضتم بيعه الغدير وفسرتم القران بحسب المنهج العمري حسبنا كتاب الله انكرتم الاحاديث التفسيريه وذهبتم الى العيون الكدره القذره ونبذتم العهد الماخوذ منكم وراء ظهوركم كما يقول صاحب الزمان كانكم لا تعلمون يا سباريت النجف يا سباريت حوزه الطوسي السباريت جمع لسبروت الامام الحجه وصفهم بانهم سباريت من الايمان السباريت في اللهجه الشعبيه العراقيه السرابيت فهؤلاء هم السباريت من الايمان هذا واقع عقائدهم وهذا واقع فقههم يخالفون القران ويخالفون الاحاديث الشريفه بشكل واضح عندي كلام كثير كلام كثير لكن الوقت يجري سريعا يجري سريعا أعيد قراءة السؤال وقراءة جوابه كي تقارن بين كلامي وكلامه السؤال رقم 1607 ما رأي سماحتكم بالنسبة للشهادة الثالثة في التشهد واريد الدليل لاني في حيره من امري الجواب جواب اسحاق الفياض الشهاده الثالثه هي الشهاده بولايه امير المؤمنين واولاده الطاهرين عليهم السلام الى امام العصر عجل الله فرجه الشريف وهي اساس مذهب التشيع واصله ولكن حيث ان الصلاه توقيفيه بحسبهم بحسب الشافعي هذا توقيف الشافعي ولكن حيث ان الصلاه توقيفيه فلا بد من الاقتصار على ما وصل الينا من الله تعالى بواسطه الائمه الاطهار والواصل منهم هو ان كلام الادمي مبطل للصلاه وبما ان الشهاده الثالثه من كلام الآدمي فلا يجوز الإتيان بها في الصلاة. سؤال 1609 رجاء اعرضوا لنا صورته على التطبيق الإلكتروني على جهاز الموبايل. هذا هو السؤال 1609 مع جوابه. اتركوا الصورة رجاءً حتى أكمل القراءة. سؤال 1609 متى أضيفت لأول مرة أشهد أن علياً ولي الله إلى الأذان ولماذا لا تقال في التشهد أثناء الصلاة؟ الجواب الشهادة بولاية علي بن أبي طالب وأولاده الطاهرين والايمان بها واجب كالشهاده بالرساله والايمان بها واما التكلم بها واظهارها في كل حال مستحب حتى في الاذان والاقامه رغم انها ليست جزءا لها وهذه اهانه لامير المؤمنين. هذه اهانه لامير المؤمنين بالضبط مثلما تسلم مثلا على ابيك واخيك في الوقت نفسه فتسلم على ابيك وتقول له هذا السلام واجب يا ابي يجب علي ان اسلم عليك وبعد ذلك تسلم على اخيك وتقول له هذا السلام ليس واجبا وليس مهما وليس جزءا من حديثي هكذا سلمت عليك علي نفس رسول الله هذه اساءه ادب مع امير المؤمنين واما التكلم بها واظهارها في كل حال مستحب حتى في الاذان والاقامه رغم انها ليست جزءا لها وفي بعض الروايات اذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله فليقل علي امير المؤمنين ما انت تقول هذه روايه والروايه هذه جاءت عن الصادق والصادق كلامه الهي ولا يجوز ادخالها في التشهد اثناء الصلاه لانها كلام ادمي يبطل الصلاه ما المراد كلام ادمي هل هذا الكلام في اصله وتركيبه ادمي هذا كلام كتبه الله على عرشه وجاء في احاديثهم ورواياتهم ام ان المراد ادخاله في الصلاه ادخال ادمي باعتبار ان الصلاه توقيفية فانك توقف الصلاه بحدود ما وقف الشافعي يجب عليك ان توقف الصلاه بحدود ما وقف ائمتنا صلوات الله عليهم وقد وردت صيغ التشهد عنهم تشتمل على ذكر علي وفاطمه والائمه فكيف يكون هذا كلاما آدميا اية فقاهة عندكم لكنني على اي شيء احسدكم على جهلكم بالقران على جهلكم بحديث العتره على جهلكم بالعربيه وفقهها على اي شيء احسدكم اتحدث معك يا اسيحيق ومع زملائك من مراجع حوزه الطوسي من المرجئه البتريه المقصره ربما طال الوقت عليكم أعتذر عن الإطالة ولكن قضية واحدة وبعد ذلك أنهي الحلقة رجاء اعرضوا لنا صورة كتاب عنوانه مئة سؤال وسؤال هذا هو كتاب إسحاق الفياض عنوانه مئة سؤال وسؤال حول الكتابة والكتاب والمكتبات في عالم الثقافة يتحدث إسحاق الفياض رجاءً اعرضوا لنا الصفحة رقم خمسين هذه الصفحة خمسون من الكتاب الذي عنوانه مئة سؤال وسؤال هذا الكتاب مطبوع وموجود على الموقع الألكتروني الرسمي لإسحاق الفياض صفحة خمسين رقم السؤال اثنين وثماني وضعناه في إطار باللون الأحمر رجاء أعرضوا السؤال لوحده حتى يكون واضحا هذا هو السؤال اقرا عليكم السؤال سؤال 82 وماذا عن ايات القران الكريم هل يجوز للكاتب او المحاضر المحاضر يتكلم والكاتب يكتب هل يجوز للكاتب او المحاضر او الخطيب الاستشهاد بآيه ولكنه غير متأكد من النص الحقيقي لها بحيث ينقلها بما معناها ويشير الى ذلك وماذا عمن لم يشر الى ذلك الجواب لا يجوز الاستشهاد بعنوان الايه من القرآن ما لم يتاكد من نصها كلام سليم اقرا السؤال مره اخرى واقرا الجواب مره اخرى ايضا السؤال وماذا عن ايات القران الكريم هل يجوز للكاتب او المحاضر او الخطيب الاستشهاد بايه ولكنه غير متاكد من النص الحقيقي لها بحيث ينقلها بما معناها ويشير الى ذلك وماذا عمن لم يشر الى ذلك الجواب من اسحاق الفياض لا يجوز الاستشهاد بعنوان الايه من القران ما لم يتاكد من نصها يمكنها ان ينقل معناها لكن لا ان يقول هذا نص الايه او قال الله تعالى وياتي بنص مخالف لما في القران، لا يجوز هذا، هذه فتوى اسحاق الفيا وانا اتفق معه في هذا. لا يجوز الاستشهاد بعنوان الايه من القران ما لم يتاكد من نصها. ولهذا السبب أنا في كل آية حتى في آيات سورة الفاتحة أفتح المصحف مع أنني أحفظ الآيات لكن الإنسان معرض للخطأ والاشتباه والغفلة وخصوصا وأنا في بث مباشر والنظر في آيات الكتاب الكريم يكون بركة بركة للعين وللعقل وللذاكره النظر في ايات الكتاب والنظر في نصوص الروايات يقوي الذاكره ويقوي الذكاء ويطهر العقل لكن ماذا نصنع لهؤلاء الذين يحولون فيما بين الشيعه وبين احاديث اهل البيت لانهم يضعفونها وينكرونها وحتى التي يذكرونها لا يفقهون معانيها مر علينا كيف يفسر المرجع الاعلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يفسرها بتفسير خاطئ بالكامل يفهمها بشكل مناقض لمعناها الحقيقي. لا اتحدث عن روايات، اتحدث عن اللغه العربيه. فاذا بحسب هذه الفتوى لا يجوز الاستشهاد بايه من القران وان نصرح على ان الله قال هكذا في قرانه او ان النص القراني هو هذا. زين يا أبو محمود ليش ما تطبق هذه الفتوى على نفسك؟ ما أنت تنقل الآيات وتصرح من أنها نص وهي لا وجود لها في القرآن رجاء اعرضوا لنا الفيديو التحفة الفيديو التحفة الذي يأتينا فيه اسحاق الفياض بايه من القران لا له وجود لها انه يقرا الايه من سوره الجن المفترض هكذا انها الايه السادسه والعشرون بعد البسمله والتي بعدها عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول هذه هي الآية السادسة والعشرون والتي بعدها من بعد البسملة من سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه اسحاق الفياض عن موضوع مهم انه يتحدث عن عملاق التصوف عن محيي الدين بن عربي بهي طريقه وياتي بايه هي تشابه هذه الايه ما هي من ايات القران ويقول هكذا يقول وخلاف النص وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب الا الله ومن ارتضى من رسوله ويقول هكذا وخلاف النص هي التراكيب ضعيفه وخلاف النص قوله تعالى: لا يعلم الغيب الا الله ومن ارتضى من رسوله، هذا النص لا وجود له في القرآن، وهو يصرح من انه نص قرآني من قول الله تعالى وخلاف النص قوله تعالى يعني ان الكلام المتقدم يخالف النص القرانيه الذي هو قوله تعالى: لا يعلم الغيب الا الله ومن ارتضى من رسوله، الايه هكذا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، المعنى مختلف جدا هذا تحريف وعبث بالايات وبحسب هذه الفتوى التي قرأتها عليكم من كتابه مئة سؤال وسؤال فهذا لا يجوز له رجاء اعرضوا لنا الفيديو ومن جانب آخر سمعنا أن في هذه الحوزة المباركة يدرس العرفان على ذوء كتاب ابن العربي وهذا خطر على الحوزه ولا سيما على شبابنا فان كتاب ابن العرب كل من قرا هذا الكتاب يعتقد بانه زنديق ولا ايمان له بالله تعالى وتقدس العرفان هو الأحكام الإلهية العرفان الحقيقي هو معرفة فقه آل محمد هذا هو العرفان الحقيقي ولهذا علي الالتزام بالعرفان الحقيقي هو معرفه الاحكام الالهيه ومعرفه فقراء محمد صلى الله عليه واله وسلم والعمل بها هو حقيقه التقوى الذي اشار اليه تعالى بقوله ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقد فسر في الروايات حقيقة التقوى بالالتزام بالواجبات الإلهية والاجتناب عن المحرمات الإلهية هي حقيقة التقوى العرفان بمعنى كشف الحقائق ورفع الستر عن الحقائق كما هو لمصطلحهم إن على كشف الحقائق والعلم بالغيب مجرد وهم لا حقيقة له ولا واقع له وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله فهذه آية لا وجود لها في القرآن. هذا الفيديو رُفع على الشبكة العنكبوتية بتأريخ 25/11/2011. قطعا الحديث سيكون قبل هذا التأريخ هذا تأريخ الرفض 25/11/2011 من الطريف في وقتها لما انتشر هذا الفيديو علق احدهم تعليقا على الفيديو من العراقيين علق هذا التعليق يخاطب الذين سيقرؤون تعليقه عود اذا افتهمت شيء خابرني وخلي رقم الموبايل مالته افتهمتوا شيء انتم من هذا الحكي هذا من سوء حظ ابن عربي الناصبي ابن عربي ناصبي من سوء حظه ان يتحدث عنه اسحاق الفياض ابن عربي عملاق في مجال التصوف لكنه ناصبي في مجال الفلسفه والتصوف هو عملاق لكنه ناصبي قد يقول قائل من اننا جميعا نقع في الاخطاء انا شخصيا اقع كثيرا في الاخطاء ان كان في قراءه الايات في قراءه الاحاديث هذا خطا عادي يصدر من كل انسان المشكله انه يبقى مصرا على الخطا المشكله هنا هناك فيديو اخر بتاريخ 27/6/2012 وهكذا عنوان كلمته الكلمه التوجيهيه لسماحه اية الله الشيخ الفياض دام ظله لمناسبة التعطيل الصيفي ستة شعبان ألف وأربعمية وثلاثة وثلاثين ألقى سماحة آية الله أستاذ حوزة النجف الأشرف المباركة الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله الوارث محاضرة توجيهية قيمة على طلبة البحث العالي هم ذولا ممطاي ما يميزون آيات القرآن ولا يعرفونها محاضرة توجيهية قيمة على طلبة البحث العالي لحوزة النجف الأشرف لأن طلابه هم الذين نشروا هذا الفيديو يتفاخرون به وأنا أول من انتقده لما سمعته عجبت من هذه الآية من أين جاءنا بهذه الآية؟ فانتقدته في برنامج من برامجي والا فان تلامذته هؤلاء من طلبه البحث العالي هم الذين نشروا هذا المقطع كي يبينوا راي اسحاق الفياض بالعرفان وبابن عربي وهذه مشكله موجوده في الوسط الحوزوي النجفي ارادوا ان يبينوا رايه فيها فهو ألقى محاضرة توجيهية قيمة على طلبة البحث العالي لحوزة النجف الأشرف المبارك يوم الأربعاء ستة شعبان المعظم ألف وأربعمية وثلاثة وثلاثين الموافق سبعة وعشرين ستة ألفين عشر بمناسبة التعطيل الصيفي رجاءً اعرضوا لنا التسجيل الصوتي وهو يقرأ الآية نفسها بنفس الأخطاء بنفس الطريقة ويقول فإن الله تعالى قد نص في كتابه نص في كتابه لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من الرسول والآية هي هذه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي واتمنى على المشاهدين ان يدققوا الى ما يقول واتمنى على المشاهدين ان يدققوا فيما يقول فان الله تعالى قد نص في كتابه لا يعلم الغيب الا الله ومن ارتضى من رسول رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي ان العرفان المتعارف عندهم بمعنى كشف الحقائق ورفع الستار عن الباقي وعلم الغيب فإن كل من يدعي ذلك فهو يكذب القرآن فإن الله تعالى قد نس في كتابه لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزع من رسول فإن كل من يدعي علم الغيب فهو كاذب القضية ليست خطا بشريا عاديا والمشكله ليست في تكرار الخطا وهذا مشكله بالنسبه لصاحب تخصص المشكله اين المشكله ليست في الحفظ فلنفترض انه لا يستطيع الحفظ وهذا امر ليس بيده المشكله هو في عدم قدرته على تمييز الاسلوب القراني فكيف يكون الاعلى وكيف يكون فقيها اذا لم يكن قادرا على تمييز الاسلوب القراني هو ينشئ شيئا من عند نفسه ويراه قرانيا بحيث هكذا يقول فان الله تعالى قد نص في كتابه لا يعلم الغيب الا الله ومن ارتضى من رسول هذا التركيب ما هو بتركيب قراني المشكله هنا المشكله كما قلت لكم ليست في الخطا في خطا الكلام او في خطا النقل والمشكله ليست في عدم الحفظ والمشكله ليست في تكرار الخطا المشكله هنا في انه لا يميز بين الاسلوب القراني وبين غيره، هذا يعني انه لا يقرا القران لا يقرا القران لا للتلاوه المستحبه ولا يقرا القران للدراسه والتفسير والفهم، فمن اين ياتيه الفقه؟ ما هو الفقه بحسب اهل البيت لا بحسب حوزه الطوسي الفقه بحسب اهل البيت ان نتمسك بثقافه الكتاب وثقافه العتره على حد سواء الفقه عند اهل البيت قرانهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم كما بايعنا في بيعه الغدير اما الفقه في حوزه الطوسي فهو علم الرجال الناصبي وعلم الاصول الشافعي وعلم الكلام المعتزلي وبعد ذلك يجمعون هذه كي يدمروا احاديث اهل البيت ولا يفقهون من القران شيئا وحينما يعودون الى الايات يفهمونها بشكل خاطئ ويفهمونها وفقا للمنهج العمري حسبنا كتاب الله هذا هو واقع الفقه في حوزه النجف ومن هنا فهو ليس قادرا على تمييز ما هو من القران وما هو ما ليس من القران الطامه هنا فكيف صار فقيها وكيف صار المرجع الأعلى بحسب مؤسسة الخوئي بحسب مؤسسة الخوئي هو الآن وفقا لنظامها الداخلي هو أعلم من السيستاني ولذلك رجعوا إليه لو هم كلاوتشية بحسب الحاجة والمصلحة قطعا هي الثانية لأنه هو تعيين السيستاني من انه هو الاعلم هي كلاوات ايضا والا محمد تقي الخوئي اذا كان يدري ان السيستاني هو الاعلم ليش راح على محمد الروحاني ولما ما اتفق مع محمد الروحاني ليش راح على عبد الاعلى السبزواري ولما ما اتفق مع عبد الاعلى السبزواري ليش راح على علي الغروي ولما ما اتفق مع علي الغروي ليش راح على البهشتي وذهب الى كثيرين اذا كان السيستاني هو الاعلم لماذا ذهب الى هؤلاء جميعا ولم يفكر في السيستاني ولكن حينما لم يجد احدا القى بنفسه على السيستاني وفي الوقت الذي القى بنفسه على السيستاني فانه لم يجعل للسيستاني الاشراف على مؤسسه الخوئي ذهب الى الجلبايغاني الذي كان مخرفا الى ان مات الجلبايغاني بعد ذلك اعلنوا السيستاني من انه هو الاعلى ما هي الاعيب ثم لما طالبهم السيستاني بالاموال تركوه وقالوا من ان الاعلم هو اسحاق. هسه احنا ما ندري يا هو الاعلم السيستاني لو اسحاق. والسيستاني قال عن اسحاق من انه هو الاعلم من بعدي. هذه دوامة دوامة كلاوات واكاذيب ودجل. هو اللي ما يقدر يميز النص القراني. يقدر يميز الروايات تمييز الروايات أصعب من تمييز النص القرآني لماذا؟ لأن القرآن جاء ببلاغة واحدة بينما نص تمييز الروايات أصعب من تمييز النص القرآني من جهة الأسلوب لماذا؟ لأن القرآن جاء بأسلوب واحد بمستوى واحد نعم المضامين البلاغيه تعلو في ايه وتنزل في ايه اخرى لكن الاسلوب القراني واحد من اول الكتاب الى اخره اللحن النسق النظم واحد بينما الاحاديث فيها ما هو في اعلى درجات البلاغه وفيها ما هو خلي من البلاغه اما لان الرواه نقلوا مضامين الاحاديث بحسب تعابيرهم واما ان المعصومه كان يخاطب المتلقي الذي لا يفهم الكلام اذا كان في اعلى مستويات البلاغه فتمييز الروايات اصعب بكثير من تمييز الاسلوب القراني اذا كان الرجل عاجزا عن تمييز اسلوب القران فكيف يكون قادرا على تمييز اسلوب الروايات والاحاديث فضلا عن ان عدد ايات القران محدود بينما الروايات كثيره هائله اعدادها ضخمه جدا ما بين الخطب الطويله وبين الاحاديث القصيره وبين الكلمات الوجيزه وبين الادعيه والزيارات والمناجيات و و و حكايتها طويله ومعقده من هنا قالوا ان لا نعد الرجل فقيها من فقهاء الشيعه حتى يكون كذا وكذا ولا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا فهل هذا يعرف معارض كلامهم هذا الذي لا يستطيع ان يميز الاسلوب القراني ينشئ ايه من عنده بتركيب خاطئ ضعيف جدا ويقول عنها فان الله تعالى قد نص في كتابه وهذا الامر يتكرر هذا في تاريخ 27/6/2012 والقراءة الأولى رفعت في تاريخ 25/11/2011 يعني هذه القضية مسربة على طول الخط شنو أقول لك يا أبو محمود؟ وقعت نفسك بمشكلة خليتني أزرقك بسونار القمر وراح يطلع الخياس كله بعدني ما حكيت ما حكيت الحكي القوي بعده يجي الحلقه انتهت وسنلتقي غدا ان شاء الله تعالى في ضيافه ابي محمود اسالكم الدعاء جميعا في امان الله